النهاردة الحقيقة كل يوم بنجيب أخبار تنكد على المصريين، بس النهاردة أو دلوقتي في الحلقة دي أو في الجزء ده قررنا أن احنا ننكد على السيسي شوية، يعني شوية إذا كان عنده دم. هو ما عندوش دم أصلا، ونزعله حبتين يعني أو نعكر مزاجه. هو ما عندوش دم أصلا ولا بيحس أصلا، بس أوكي نحاول. تقوله بس إيه اللي ممكن ينكد على واحد جبلة جلده تخين ولا يأثر في حد؟ بيتخن، هو ده زيه زيك كده يخس من الزعل والحاجات دي؟ اقول لك في حاجه بتزعله قوي، هو اتكلم عنها في مؤتمر الشباب في يوليو 2018. خلينا كده نشوف يا ترى ايه اللي ممكن يكون زعله ونسمع كده. امه الفقر دخلونا فيها، ولما اجي اخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسي. لما اجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل، فدي ازعل. ازعل ازعل، اتنيل على عينك. وعشان السيسي مش بيحب الهاشتاج ده وبيوجعه وبيحسسه بفشل وكره الشعب له، فاحنا الحقيقه هنتكلم عنه النهارده. عشان الهاشتاج ده طلع النهارده تاني وتصدر منصه اكس او تويتر سابقا مع طوفان الغلاء اللي غرق البلد وخرج عشرات الصرخات على المصريين الغلابة. نشطاء كتير رجعوا يفكروا سيسي بكلامه ده وإزاي هو عمل العكس وخرج الناس من الستر والاكتفاء إلى الفقر والعوز، زي ما كتبت فاطمة. فاطمة كتبت تقول كان بيقول هو زعلان قوي في 2018 لما أجي أخرج بيكم من أمة العوز والفقر تطلعوا هاشتاج ارحل يا سيسي. هو في الحقيقة بيخرج الناس من الستر والاكتفاء للعوز الحقيقي، بالذمة بأي بجاحة مستمر فقير العقل معدوم الضمير ده. الناس شافت في العشر سنين اللي فاتت مع السيسي العجب العجاب زي ما وعدهم هو، بس الناحية التانية كل يوم أزمة بتجر أزمة، زي ما كتب صاحب الحساب ده قال المكسيكي قال اصبروا وسترون العجب العجاب. بس اصبروا بقى، عشر سنوات عجاب رجعنا فيهم للسبعينات وظهرت من جديد طوابير السكر بالمئات من الأشخاص وأزمات وراء أزمات لا تنتهي. في أعجب من كده يا اسطى ولا خلاص؟ ارحل يا سيسي، كيلو السكر السيسي واخدنا للمجاعة. أهي أزمة السكر دي لوحدها عجيبة قوي، واحدة من عجائب السيسي وإعجازاته. بعد ما الناس نسيت شكل الطوابير رجعت أزمة السكر عشان تفكرهم تاني، والطوابير الطويلة العريضة بتنتشر في كل المحافظات زي ما نشوف في الفيديو ده. أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة، بس الناس دي ذنبها إيه؟ يعني كل ده واقف طابور وعشان بس ياخد باكت واحد بس، وكمان بتسيب بطاقتك. يعني الناس دي كلها انتوا شايفين، غير كمان اللي كان موجود في الصف التاني أو الناحية التانية غير اللي موجودين جوه، عشان كيس السكر ارحم حسبي الله ونعم الوكيل فيه وروح يا بعيد اهو، واقفين عشان كيلو سكر، واقفين بس عشان خاطر كيلو سكر. روح ربنا يتقم منك يا شيخ، ولا روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي جثتك. السكر انا داخل اجيب حاجات لاختي من السوبر ماركت، لان الناس دي كلها واقفه كده. شايفين الناس قد ايه؟ كل دول واقفين يعني مستنين السكر. قدام ولا ما فرجاتش؟ بس تمشي بس العمليه شويه كمان وهيوقف الناس في طوابير الخضار، زي ما بيقول مصري او صاحب الحساب ده بيقول الحقيقه غرت بقلبك.
وقول طوابير السكر رجعت تاني وشوية وهنقف طوابير عشان نشتري خضار. ارحل يا سيسي، جوعونا وعرونا وقالوا كرامة الشعب. ده اللي كتبه أحمد، بيقول أصبحنا بلا كرامة. ده أحمد، جوعونا وعرونا وطوابير ووقفونا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. لكن في ناس كتيرة محتارة وبيسألوا إزاي يبقى عندنا أزمة سكر وعندنا مزارع قصب ومصانع سكر؟ عارفين السبب إيه؟ خلينا نشوف صاحب الحساب ده صخر قريش بيقول: مصر بلد قصب السكر، حقول القصب ممتدة على طول وادي النيل بمحافظات الصعيد، ما فيهاش سكر. البقوات بياخدوا أفضل سكر في العالم ويصدروا للأوروبيين، وسايبين البلد فيها أزمة سكر. ارحل يا سيسي، ده تفسيره هو للأزمة. هل ده تفسير حقيقي؟ ما أعرفش. مش بس السكر اللي فيه أزمة، لكن تقريبا كل السلع الغذائية بقت كلها أزمات، إما مش موجودة وتدور عليها كأنك بتدور على إبرة في كومة قش، أو تقف طوابير عشان تفوز بكيس سكر أو إزازة زيت، أو ما تقدرش تشتريها أصلا بسبب سعرها اللي بقى في متناول تجار المخدرات. زي علبة السمنة دي اللي سعرها عدى كم؟ سعرها عدى كم؟ كم ده يا جماعة؟ شرة سمنة حلوب 2 كيلو جرام 1049. أنا زمان كنت بشتري الحلوب نفسها، البقرة نفسها كنت بتشتريها زمان بحاجة يعني ب3000، فوق دول كمان يعني 4000. يعني دلوقتي السمنة، علبة سمنة 2 كيلو بالرقم اللي ورايا ده. لكن الحقيقة السيسي وحكومته عاملين مبادرات جميلة قوي، ومنزلين تخفيضات تحفة تحفة تحفة، تخفيضات على بعض السلع زي البيض مثلا. لا ومش بس كده، وعشان ما تنساش مين صاحب الفضل عليك يا جربوع، حطوا صورة السيسي، فبقت القصة يا هناك بقى، يا هناك وسعدك لو خدت بيض السيسي. أنا مش أنا اللي بقول، الصورة اهي أهو، عرض خاص مبادرة كلنا واحد أهو، اتفضل. أحمر 30 بيضة كان ب 190 بقى 188. ايه النزول الجامد ده؟ هو نزل كام كده سورد؟ نزل كام كده؟ يعني كان ب 190 95، يعني 191، نزل بقى ب 189، نزل 2 جنيه 3 جنيه. شكاوى الناس يا حضرات، ده مسخره، ده مسخره. تخيل بيض عليه السيسي وتبقى ماشي كده ورايح للمدام، ايه ده اللي في ايدك ده؟ بيض وايه صورة السيسي بتعمل ايه هنا؟ معرفش. هتاخد البيض ولا ارميه؟ بيض عليه صورة السيسي. طب حتى يعني انا بس عايز اسال سؤال، ايه يا سيسي، وانت الناس اللي عندك بتعمل الكامبين دي ما عندهاش ذوق؟ تحط صورتك على البيض؟ انتوا عمي قوي، انت حمار حتى في دي. حط صورتك على كيلو لحمه، انما حتى ما تحطهاش على فرخه، راح تحطها على البيض. شكاوى الناس مش بتنتهي، وكأن ماسورة انفجرت على فكرة على السوشيال. غضب الناس فظيع على السوشيال ميديا، الناس اللي بتنفس عن الكبت والغضب اللي جواهم من الغلا، زي ما هنشوف في الفيديوهات دي بتاعت الناس اللي بيشتكوا. يا ريس صباح الخير. الناس بتذبح يا ريس من غلاء الاسعار، والمصحف الشريف الناس بتلطم على وشها، الشعب خلاص جاب اخره، واحنا كمان جبنا اخرنا من غلاء الاسعار. الناس عايزه تيجي تشتري شكوك، وانا ما عنديش ميزانيه ان انا ادي لهم شكوك. ما احناش ملاحقين، الناس ما عادتش ملاحقه، الناس اصلا جابت اخرها، ما عادش في حد فيه حيل للعذاب اللي الناس بقت فيه ده. الفقر عالي في البلد، يعني اللي مرتبه 3000 ولا مرتبه 5000 حتى مش هيكفيه، مش هيكفيه عيش حال كتير كتير كده يا ريس كتير. شوف لك حل، شوف لك حل. السمنه بقت ب 120 جنيه، الرز بقى ب 35، والمكرونه ب 35. احنا ولا هناكل سمك ولا هناكل رز ولا هناكل بطاطس ولا اي تاني. نقطه بقت ب 10، والبطاطس ب 15 وب 16. ايه بقى رخيص؟ ايه رخيص؟ ما فيش غير احنا اللي رخاص. العيشه اللي احنا فيها دي ظلم في ظلم في ظلم. العيشه اللي احنا فيها دي ما عندوش حد. 500 جنيه هنجيب بيهم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني كده هو الظلم اللي احنا فيه ما يرضيش حد. يعني ظلم ولا احنا قدام نطبخه ولا نقدر نجيب طاقه ولا نقدر ناكل عيش حتى حاف كده ما يرضيش اي حد. يا سعاده الرئيس كفايه ظلم، عشان انت ظلمتنا كتير، ظلمتنا كتير قوي 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 قوي، واحنا مش عارفين نتكلم. بقت 200 جنيه. بقت 200 جنيه. يعني يومية شغل يوم ونص، يومية شغل يوم ونص. احنا هناكل منين يا ريس؟
بس احنا بنشحت. انا عايز بطول بنشحت مش عارفين ناكل. انت مش عارف تاكل ايه؟ تعالى ساشل. انت عملت لنا ايه؟ هتاكلنا كباري؟ هتاكلنا طرق؟ هناكل احنا منين؟ احنا عايزين ناكل. احنا عايزين ناكل ماما. هتلاحظوا ان الناس بقت تهاجم السيسي رسمي، ما بتهاجمش مصطفى دبولي، ما بتكلمش عالم صلحي. الناس بيتكلموا على السيسي مباشره ومش خايفه منه، لانه خلاص يعني هي حياه، هي موته ولا اكتر. الحياه والموت بقوا زي بعض في عصر السيسي. زي بتقول هند، بتقول له ارحل يا سيسي. على فكره الناس فاهمه انك بلطجي ومجرم حرب وارهابي، والناس خايفة على البلد من إجرامك. أقسم بالله الناس مش خايفة منك ولا خايفة على حياتها. الناس مش خايفة منك ولا خايفة على حياتها، لأن الحياة والموت سواء تحت حكمك الانقلابي الفاشي. الناس فعلا مش عايزة تشوف بلدها تنهار، لأن أنت مجرم. ارحل بقى. من أكتر الفئات اللي متضررة من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار هم الناس العمال الزهرات الأرزقجية دول، اللي بيشتغلوا اليوم بيوم، وزي الراجل اللي جبناه دلوقتي ده اللي بيشتغل يومية يوم ونص ب 200 جنيه باقي منهم 6 جنيه او 7 جنيه. دول بقى كتير منهم طلع يتكلم عن المعاناه اللي بيعانوها. خلينا نسمع صوتهم. يا ريس يا ريس، انا عرفت ان انت زودت الموظفين. الحاجه بتغلى تزود الموظفين، تزود بتوع الجيش. هي البلد كلها جيش وموظفين؟ مفيش ارزقيه، مفيش صناعيه، مفيش ناس. انت قفلت لها اكل عيشها. ها؟ طب احنا مصيرنا ايه؟ اكل العيش اتقفل وعمال تزود في الموظفين، واحنا كل اللي نايبنا من حضرتك بطاقه العيش. بطاقه العيش بتاعت العيش بس اللي بنجح. يعني انا تعب. ها احنا اكل عيشنا اتقفل، اخبارنا ايه؟ وما حلفناش حاجه. زي ما قلت لك بتاعتي التموين، ها اللي قربتها قعدت تحرد 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 فيها لغايه ما بنجيب زيتين زيت ونيجي وكيسين سكر نشم فيهم. انا مش قادر الحق، انا مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف الحق الفطار بتاع العيال ولا الاكل ولا الشرب. انا ما بشحتش، انا راجل شغال وعندي القوه ان انا اشتغل، بس مهما بشتغل انا ما بجيبش اللي يكفيهم بسببه عشان خاطر مش عارف الحق المه عشان ادفعه. نور ما بدفعش، كهربا ما ميه ما بدفعش. انا اجيب منين؟ انا مش عارف لها كده، انا مش عارف لها. العيال ديت مين هيربيها بعد ما انا اروح في كده؟ ازاي انا ابقى باكل في البيت ب 400 جنيه في اليوم عشان خاطر ايه؟ انا ما بجيبش 400 جنيه، انا بجري اجيب اللي بجيبه والباقي بستلفه. واللي بستلفه دوت بقى دين. الكل طفح، مش لاقيين حل، عمالين نفضل في ملطه. تعبنا تعبنا من الغلا. الناس الزيت ب 100 جنيه على طول، يبقى يقول لك ب 110، على طول يقول لك ب 110. ايه اللي بتعملوه فينا ده؟ هنفضل في الفقر ده كتير؟ هنفضل في نكد ده كتير؟ هنفضل مش لاقيين ناكل كتير؟ نعمل ايه؟ قول لي حل، حد يرد عليا ويقول لي حل. خلاص انا تعبت، انا رزقي يوم بيوم، قسمت بالله رزقي يوم بيوم، رزقي يوم بيوم، رزقي يوم بيوم. الست اللي في الاول خالص كانت بتزغرط من الزعل. انا اول مره اشوف رد الفعل ده، ان واحد او واحده سوري الزغرطه دي بتبقى في الفرح، انما دي زغرطت من الزعل من الحزن. الست دي تخيل هاتها كده وبتزغرط من الزعل. العب بتاعت العيش، بتاعت العيش بس اللي بنجح. يعني انا الست الاخيره صرخت عيطت اخر واحده خالص دي في اخر كلامها وهو ما عندوش دم. اسمع. نفضل في مالطا، تعبنا من الغلا. الناس الزيت ب 100 جنيه على طول، يبقى يقول لك ب 110، على طول يقول لك ب 110. ايه اللي بتعملوه فينا ده؟ هنفضل في الفقر ده كتير؟ هنفضل في نكد ده كتير؟ هنفضل مش لاقيين ناكل كتير؟ نعمل ايه؟ نقول لي حل، حد يرد عليا ويقول لي حل. خلاص انا تعبت، انا رزقي يوم بيوم، قسمت بالله رزقي يوم بيوم، رزقي يوم بيوم، رزقي يوم بيوم. مش هيحس وقاعد ومش هيحس. المرار الطافح اللي الناس عايشاه خلى كتير منهم يندم على انه انتخب السيسي ويدعي على اللي انتخبه.